عشق كل جميل ويا ما شوف يا ما شوف في جمال عين إلا قلبي عشق كل جميل إلا قلبي عشق كل جميل إلا قلبي عشق كل جميل ويا ما شوف يا ما شوف في جمال عين اللي بدا بالحب قليل قليل والدم يدوب يوم ولا يومين ولا يومين اللي بدا بالحب قليل قليل والدم يدوب يوم ولا يومين ولا يومين واللي قويته اليوم دايم وصاله لوم واللي قويته اليوم دايم وصاله لوم لا يعاتب اللي يشوف ولا بيطبع اللوم واحد ما فيش غيره مال الوجود نوره دعاني لبيته لحد باب بيته شكرا حبيبي. مشاهدينا رجعنا بعد الفاصل معنا المطرب وموهبه الغناء جابر عطا الممثل والعازف الاورد كرم عبد النبي. اهلا بيك يا جابر. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ ياسر. مبسوطين جدا بوجودك معانا. ربنا يخليك. قول لنا كده مبدئيا يعني اخذت طريقك في الغنى ازاي ومين شجعك على انك تغني؟ بص يا استاذ ياسر هو حضرتك انا بغني من زمان بس ما جاش في دماغي ان انا اغني ابتدي ان انا اغني غير لما لقيت ان في مهرجانات بتتعمل وشباب تطلع تغني وانا شايف ان صوتي كويس. حد قال لك ان انت صوتك كويس او ادالك الدفعة دي؟ ناس كتير بيقولوا لي صوتك ممتاز بس انت عايز حد يطلعك. طب ما جربتش ليه يا جابر مثلا نقول انك تروح النقابه تطلع تصريح تطلع كارديه وتشتغل تبع النقابه؟ بحاول بس مش عارف اوصل لحد. طب خلينا كده نقول هتسمعني ايه تاني؟ انا ممكن اسمعك عايزين نقول حاجه عن مصر كده. انا طبعا بمناسبه 30/6 انا ممكن اسمعك يا حبيبتي يا مصر يا مصر طبعا للفنانه القديره. بس يا ريت عشان الوقت بتاعنا كوبلي واحد كده يكون كويس كده. يبقى نسمع يا حبيبتي يا مصر. يلا اتفضل كوبلي يا كرم. ماشي We'll be right back.
يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر ما شفتي الأمل بعيون الولاد وصبايا البلد ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد ما شافش الامل بعيون الولاد وصبايا البلد ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد ولا شاف النيل في احضان الشجر ولا سمع مواويل في ليالي القمر أصله معداش على مصر أصله معداش على مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر. الله ينور عليك الله ينور عليك. خلينا نقول في مطربين كبار، انت لما شفت المطربين بتحب تغني لمين او مثلا كنت نفسك تبقى زي مين؟ انا حضرتك انا كاتب اغنيه جديده اسمها ارضي مين. ارضي مين؟ ارضي مين، وكاتب اغنيه اسمها دنيا الوجع، دي متسجله على اليوتيوب. دنيا الوجع دي برضو كلماتي والحاني وانا اللي كتبتها، انما ارضي مين ديت دي لحن طبعا استاذ سعيد واستاذ كرم عبد النبي. يعني خلينا احنا بنقول انك بتلحن انا بغاني. بكتب واغني، انا بكتب واغني، انما لكن أنا في حد بيلحلك. طبعا بالظبط. وتاليف الكلمات برضو من كلماتك انت؟ تاليف الكلمات انا اللي مالفها برضو. طب يعني خلينا يعني نكسب الوقت بوجودك معانا وممكن نسمع اسمعك ارضي مين؟ مفيش مشكله. طب ممكن بس استاذن حضرتك كوبليه برضو، كوبليه صغير كده عشان برضو كوبليه واحد عشان برضو وقتنا، عشان احنا خلاص احنا ماشي يعني ماشي بيكلموني في الكنترول، احنا خلاص على وشك ان احنا نخلص. ريق ناشف معلش، ما هنجيب حل دلوقتي ميه ماشي. سمعنا ايه كده؟ ارضي مين؟ الاغنيه دي لسه ما اتسجلتش. طيب تمام، بس زي ما انا قلت لك كوبليه. هنقصر يا كرم ماشي؟ حد راضي عليا أرضي مين؟ أرضي مين؟ في دنيا قاسية ومفترية أرضي مين؟ الناس اتغيرت وقلوبها اتحيرت، الناس اتغيرت قلوبها اتحيرت، مبقاش في حاجة تنفع بس اهو عايشين، مبقاش في حاجة تنفع بس اهو عايشين. شقيان والله من صغري وفي حالي وبمشي دغري، شقيان والله من صغري وفي حالي وبمشي دغري، ما بجيش على حد مني وانا قد اي حد لو كان هو مين. تمام ما شاء الله ما شاء الله، موهبة بس وقتنا جالي جدا. انا يعني كنت عايز اللي هي تكون الفقرة اطول من كده،
بس نوعد ان شاء الله تكون فقرات اطول من كده المره الجايه ان شاء الله باذن الله. بشكرك المطرب جابر عطا طبعا محمد، يعني في النهايه نقدم شكر خاص لمراسلنا في محافظه اسيوط محمود رضواني طبعا على شغله الكبير اللي هو بعته لنا طبعا. انا بشكره جدا على هوا، شكرا يا محمود لك جدا على تعبك معانا. وانا في نهايه الحلقه بشكر المطرب جابر عطا، بشكر العازف كرم عبد النبي. طب يا محمد وقت نختم كده بحاجه واحنا طالعين طبعا، وبشكرك يا ياسر، واحنا احنا نختم وانت ايه بقى قول حاجه كده واحنا طالعين طبعا. بشكركم طب ماشي كمل ماشي، ممكن نكمل بتاعت ارض مين، خليها كويسه خليها نختم بيها. طيب يبقى نشتغل ارض مين ونكمل بيها ونختم بيها طب ماشي، ممكن بق ميه قريق ناشف. مش هينفع بقى عشان الوقت، ماشي هو احنا على الوقت عشان الوقت. ممكن بقى نشتغل ارض مين، بس الكوبليه اتغير برضه كده عشان نختم بقى من اول والله من صور هنقولها بقى على دمتك بالظبط، عشان بس معانا معناش وقت بس عشان نختم الحلقه. مسرح الشعر كم مسرح وتعالي انت يا جنان.